مين في الرجالة اللي غيرتهم قاتلة مؤذية؟ مؤذية؟ في الرجالة. العقرب. الراجل لأنه العقرب. لأنه أعرب ليه؟ هنا في عندنا نقطة مهمة جدا. العقرب بصورة عامة شخص غامض. هو مش بيدعي إن هو غامض، هو كده هو غامض. وكمان الشخص من الصعب جدا إنه يبوح عن مشاعره. صعب جدا إلا بعد وقت طويل بيدرس الشخصية اللي قدامه، سواء كان صديق أو حبيبة أو حد معاه في الشغل، صعب جدا ينفتح. فلما يجي يصطدم هنا بعد فترة فتبقى غيرته انتقامية. وبيحب العقرب لما بيغير، يعني بتكون الغيرة انتقامية، يعني اللي هو بيغير، يعني لما حد بيحاول يستفزه أو يصير غيرته بتتحول الغيرة هنا إلى انتقام. سم العقرب مزية. يطلع. والعقرب عنده ميزة أنه بيعاقب من نفس جنس الفعل. يعني أنت لو عملت الحاجة دي معايا أنا مش هأذيك، أنا هعمل نفس الحاجة اللي أنت عملتها معايا وهشوف أنت هتتصرف إزاي. طب والست العقرب فيها نفس الحاجة؟ نفس الموضوع. طيب أنا عايزة أسأل على حاجة مهمة جدا، بس خليني أخد سحر الأول. ألو يا سحر. أيوة يا فندم، مع حضرتك. اتفضلي يا حبيبتي اسألي. أنا بس عايزة أسأل على جوزي، هو 17/5 وعايزة أعرف هو برج إيه. تمام. وانا 27/6 المفروض ان برج السرطان. تمام. وعايزه اعرف بس مدى التوافق بيننا، يعني. تمام، اوكي، ماشي. يا سحر. جوزها 17/5 وهي 27/6. 17/5 من مواليد برج الثور الفترة الثالثة، وهنا عندنا يوم ولادة الشخص ده مرتبط بزحل، 7+1 اللي هي 17/8، و8 الكوكب الحاكم بتاعها زحل. ده بيخليه شخصية بتكون متحملة للمسؤولية في وقت مبكر من حياتها، وما بتحصلش على الحاجات بسهولة، أو الحظ ما بيختمهاش كتير أوي في الحياة. هي 27/6 سرطانية، لكن برضه بيتحكم فيها المريخ باعتبار إن يومها برضه اللي هو 7/2/9، فهنا هنشوفها شخصية شوية مندفعة وجريئة أكثر من بقية مواليد السرطان، يعني واضحة أكثر. وكمان في نوع من التوافق حلو قوي ما بينهم، الثور والسرطان في توافق جميل جدا. حضرتك بتحسب بقى حسبة كده وإحنا بنتكلم من تاريخ الميلاد، من اليوم، من الشهر، ده ايه؟ ده يعني ده اسمه ايه؟ ده اللي هو النمرولوجي، اللي هو علم الارقام المتعلق بالابراج. ايوه. ايه الطالع وايه الشمسي وايه القمري؟ الطالع ده على ساعه الولاده. ازاي يعني الواحد كل برج، يعني واحد مولود يوم 5/8 الساعه 7 الصبح بيختلف عن المولود يوم 5/8 الساعه 4 العصر.